السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم كدوزوا ويكاند مزيان. الو، غادي نهضروا اليوم في ظريفي على الضحى. مؤخرا، جد مؤخرا، نقول ما بين السيمانه اللي فاتت وهاد السيمانه هادي، دارت واحد لو موفمون مزيان. نشوفوا ما مدى هاد لو موفمون تكنيكمون. الو، الجراف كيف ما تتعرفوه، طلعنا ديك طلعه من 6 حتى 11، عاودنا رجعنا ل 10 9، عاودنا طلعنا حتى ل 13، عاودنا رجعنا حتى ل 10، ودابا ديمارينا بارتي ديال ال 10. جوست قبل ما نديرو هذا، كان نوريكم شي حويجات كانوا بانوا ليا على ليبوك. دونك كان عندنا سوغ دو تريونغل اللي كان كيدار هنايا، تريونغل هذاك النيفو تقريبا النيفو اللي كان فيه هو 1.10.50 شي حاجه هكا، هو النيفو 11.50 باردون، كان في النيفو 11.50. و جوستومون الخرجه ديالته خرجنا من لتحت، فعطات ان اوبجيكتيف دو بيس اللي حتى هو ان اوبجيكتيف دو كونسومير كوم اون بو فوار كاريمون. دونك ان اوبجيكتيف دو بيس لي دو كونسومون من الخرجه، ملي خرجنا فكونسومينا داك الاوبجيكتيف وصلنا ليه. و دايوغ في لو ميم نيفو كان عندنا الام 50، فوالا 50 هادي، هادي ام 150 هي اللي كانت هنا علينا، ام 50 خلينا مهرسها الفوق. دونك تقربنا من مايا موبيل 200 وعاودنا درنا الدومي تور على سور لو نيفو 10، كي النيفو كي بسيكولوجيكمون كوني دو تو الموند، هو هاد النيفو 10 دراهم. إلا خديتيه من هنا وتراسيتيه بروبرمون ديت، غادي يعطيك علاش علاش إلي امبورطون. ايه حتى هنا كنا ضربنا عليه، المهم كاين في دي زامباكت هنا عاوتاني كنا ضربنا فيه. سان سان نيفو كلي امبورطون ديال 10، حتى لو رجعت في اللور غادي تلقاها، غادي تلقى عاوتاني لا فونكسيون. دونك هذا ما كان، كانت هادي نزلنا شي شويه تحت من لوبجيكتيف وعاد عاوتاني طلعنا، لان كان لوبجيكتيف كلي هو هذا هو 10، ضربنا فيه افيكتيفون. بعد 10 راه لونسات لا هوس ديالها ولونساتها مزيان. دونك الار اس سي عطى ان سينيال داشا لي 15 11، ولكن ما كانش كونفيرمي بتا حاجه، ما كان لا فوليوم لا اوتر هذاك كيعطي. دونك لا جورني ديال الحقيقيه اللي كانت فيها الكونفيرماسيون هي يا ميركوردي، اللي عطاتنا حتى واحد الكروازمون اشتور ديال الام سي دي مزيان. الكور طلع فوق الام ديالو 9، ودابا راه تي تيستي في 50 اللي واقفه تقريبا في 10 10 99 ولا 11. دونك في 11 اللي هي لا نوفيل ريزيستانس اللي كاينه دابا، كاينه في 11. دونك كنضربوها وكنعاود نرجعو عليها. دونك هاد لو نيفو 11 اي دي امبورطون. او ابري لو نيفو 11 شنو غادي يقدر، الى هرسنا النيفو 11 بيان سور غادي نرجعو، كاينه هذيك لا ريزيستانس اللي كانت عندنا من قبل اللي هي 11 سكوند باردون. هذاك راه مهم بزاف. ابري 11 سكوند شنو عندنا، عندنا لو ديرني بليو ديال هاد الجهه ديال هاد لافاك اللي من قبل 11 كدا و80. هاد 11 كدا و80 عاوتاني، انا 11 85 86، نقدروا نلقاوها بطريقه اخرى. باسكو الا قلنا راه هذا غير غوبون تكنيك، ماشي شي حاجه حقيقيه، ماشي شي موفمون كبير. ودرنا فيبوناتشي باش نرجعو تراسيو هاد الجهه هذا. تلقاو تيجي معاه مباشرة من داك 11 88، تيطيح لنا في النيفو 05 ديال سميتو. دونك اون بو اسبيري انها مازال او موا غادي تمشي لنا حتى ال 11 88 قبل اون فغي بريز دو بينيفيس. ماتنون ديك الساعة الى وقعت الواقعة ونزلنا عاوتاني هكذا، فرحنا اون فخان دو فير اون تيت دوبل ايبول، وهاديك غادي ترجعك النيفو 6 ديال من قبل. هادي هذا هو السيناريو كاتاستروفيك اللي يقدر يوقع في سميتها، لان غتكون في كاسور ديال ام 20 وديك الساعه عاوتاني نساها واحد العام ولا شي حاجه. سو كو جو نو بريفوا با صراحه، لان جو بونس ان لي ريزولتا ولا لي شيفر ديال تي 3 يقدروا يخرجوا وغيكونوا بلوز او موان بوزيتيف فيو لي شيفر ديال اس 1. هذا من جهه، و جو بونس ان هذا يقدر يعاوننا ان لاكسيون اليوم دو فير سا كال كونتينيو كالكو شوز كوم سا عاوتاني من جديد باش نمشيو نشوفوا هاد لي زوتر خانه. مي بور فو دير انا غادي نوصلو 13 80، جو سي با فريمون، جو سي با. حتى لي فوليوم قلالو بزاف كومباري لهاد البارتي هادي، هادشي علاش تيخليني نفكر حتى في هاد لوبسيون ديال
un triple, une tête double épaule هنايا باسكو عندك الفوليوم هنا كبر من الفوليوم هنا كبر من الفوليوم اللي كاين هنا يعني سي اون بوس على هوس ولكن افيك موان دو فوليوم اون بوس على هوس افيك موان دو فوليوم وهذه كاركتيرستيك ديال لي تيت دوبل ايبول والله اعلم دونك اون اوبسيرف يقدر يكون هذا ان تريد مزيان ديال في الخرجه في 11 كذا 80 ابري كان شي حاجه مازال فيها ما يتكال فوق راه غادي نجريو عليها نقلبوا عليها ما كانش راه سي سا هادشي اللي عندها في جوفها ما تعطي الا بدات هاد الهبطه هذا ما تسناوش بزاف هربوا يعني باش تعرف هرب تو سامبلومون لان الدوحه ماشي ديال تبقى كتبقى كتعمل عليك انت نيت اون فوا سي الكاسا راه يفو بروندر سا كوم اوبجيكتيف باش تعرف الا هرسات النيفو 10 لتحت وريحات فيه شي شويه زعما كونفيرمات هذيك لابيس مشيتي رجعتي النيفو 6.19 سو كو جو بريفوا با ولكن تكنيكمون هادشي اللي كيبان ليا راه تيخلع ماشي زوين بزاف هاد لا كونسيبسيون اللي راه كدار دابا ما زويناش بزاف سيرتو ملي كتكومباري الموفمون ديال لو بري مع لي موفمون ديال لي فوليوم سي با تري نورمال مي توت فوا يقدر لي شيفر يحنتو هادشي كامل و طلع الدواء مزيان هذا ما نقدر نقولو وكاو الا كان زعما الحركه راه غادي تحرك حسن فا اون بو كونسيديري ان كانال اللي نقدر نعتبرو تاك ça il a fait trois impacts dans un premier temps un A et dans un deuxième temps un A donc il y a des attends je vais le faire en bleu parce que je vais faire un peu de je sais qu'il y a un peu de choses comme je vais faire un peu mais dire il y a un peu l'engagement comme on dit tac et puis tac voilà donc il a qu'un chiage à la machine dans le sens dire 12-5 il a qu'un chiage positif il a qu'un forganit on peut espérer atteindre le 14 avant maintenant obtenir la fameuse prise de bénéfice ce qu'il devait de hacker qu'on fait les prises de bénéfice tu es possible à dire le fort que sur le niveau bien de qui veut dire dans l'herbe à l'héro ou à dire caractéristiques dire les actions dire drop orb j'espère que nous avons les scénarios possibles, le pire scénario, le meilleur scénario, le meilleur scénario, le meilleur scénario, le meilleur scénario, le 14, ou le 13, même, tout seul, le niveau de foutu, je suis à la terre, qui est un scénario moyen, ou le radin, ou le fofi, mais comme je dis, c'est une action, maintenant, à fond, baissier, donc, elle nécessite vraiment une attention particulière ou le واحد يحضي منها car elle est dangereuse. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup.